السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنخش في الدرس التاني في الرسم على بيكسل أرت. النهاردة هنرسم عربية، وده الدرس التالت بتاعنا. أتمنى تكون الفيديوهات الأولانية عجبتكم وبدأتوا تتمرسوا وبدأتوا ترسموا كويس. نبدأ نعمل 500 في 500 زي ما أنت شايف كده، بعد كده نعمل نيو دروينج رسمة جديدة، وهنبدأ بقى نرسم العربية. هناخد التولز بتاعتنا وهنفتح العلم بتاعنا، التولز تاني، وهنفتح نقفل هنا، وهنفتح المراية، وهنبدأ نرسم العربية بتاعتنا. نبدأ نعمل خطوط كده زي ما انت شايف. نوصلها ببعض، نعمل زوم شوية، نجيب التولز، نعمل نمسك زي ما انت شايف كده، بعد كده نيجي تاني على القلم، نتأكد ان القلم عامل مراية، وبعد كده نرسم الخط التاني بتاعنا. نعمل الكراسي بتاعتنا، نكمل الفريم بتاع العربية زي ما انت شايف كده، نعمل اليافطة بتاعتنا، ونعمل شوية خطوط الشبكة الأمامية. بعد كده نيجي نعمل زوم، ونيجي هنا المساك بتاعنا، نعمل زوم المساك بتاعنا عشان نرسم الفانوس بتاعنا زي ما انت هتشوف دلوقتي. تعمل في دايرة كده هنا، ونبلش دي، نعمل الدايرة كويس، نعمل زوم اوت، تشوف الشكل العام يعني بدأ يظهر زي ما انت شايف كده. بعد كده نعمل التاير بتاعنا بتاع العربية، مش عاجبني ارجع امسحه تاني اهو، مش عاجبني ارجع اعمل كده. ادي التاير بتاع العربية، التاير مش عاجبني، ارجع تاني امسحه، بعد كده اعمل زوم تاني هنا زي ما انت شايف كده، وارجع اجيب المساك هنا كده، ارجع ياريت اعمله احسن شوية. اعمل زوم عشان اقفله، زي ما قلنا دايما نقفل زي ما انت شايف كده. في برضو حتة تانية عايز اقفلها عشان لما اجي الون، اعمل زوم هنا كده، اعمل زوم، بعد كده امسك كده، وبعد كده ارجع بالقلم اعمل زوم اقفل، اجيب الاستيكة امسح الزوايد، اجيب الاستيكة برضو هنا وامسح الزيادة اللي برا عندي بس كده تمام. اعمل زوم اوت، الشبكة مش عجباني اوي، عايز اظبطها. عايزين بقى نشوف الحاجات اللي كل الأجزاء اللي مش مقفولة ونقفلها كويس جدا. تعالى نشوف ازاي. هاجي هنا برضو امسك المساك كده زي ما انت شايف، اعمل زوم،
اشوف بس اتاكد ان كل حاجه بقت مقفوله. طيب نعمل هنا زوم، هاجي بالاستيكه امسح الاجزاء الايه الزوايد زي ما اتفقنا قبل كده، زوم امسح بالاستيكه، ارجع امسح بالاستيكه الحته الزايده، بس الزوايد اللي هي اللي فوق دي امسحها. طيب نيجي هنا بالاستيكه برضو، اعمل زوم برضو هنا، واجي امسك ومسكه اهو، اعمل زوم واجي امسح بالاستيكه هنا الزوايد اللي عندي دي زي ما انت شايف كده. واجي هنا اتحرك كده زي ما انت شايف عشان اقفل الجزء ده برضو، اعمل زوم اوت وهبدأ الحتة دي برضو اقفلها، كاتش مقفولة. اجيب القلم كده اهو بتاعي، اتأكد ان المراية مفتوحة عشان يرسم في الجنبين، واجي اقفل الحتة دي، اجيب الاستيكة امسح الحتة الزايدة. لما جيت امسح اعمل زوم شوية، امسح كويس هنا بس الحتة دي، وارجع تاني اعمل زوم اوت. لسه برضو في الاستيكة برضو بظبط شوية حاجات عندي، فاجي بقى هنا امسك دي كده اعمل زوم، وبرضو اجي بالمساك انزل كده اعمل زوم بلاستيكة برضو، همسح الزوايد كلها عشان ما تعمليش المنظر، ما تخليش المنظر وحش اثناء التلوين. طبعا دي عربية بسيطة يعني، ان احنا لسه بنعلمك، يعني هنرسم حاجات بعد كده اصعب، بس ده كله رسم على التليفون، فيعني بنحاول ايه نعمله كويس. الشبكة دي ايه رأيكم؟ عايزين نظبطها شوية. نيجي هنا كده اهو نمسح الزيادات، اعمل امسك زوم استيكة امسح الزيادات زوم، اعمل زوم دايما لما تيجي تمسح عشان ما تبهدلش الرسمة بتاعتك، وزي ما قلت لك ما تعملش فراغات في الخطوط عشان من التلوين، عشان الرمة تخشش في بعضها. تمام، بدأت رسمتنا يعني تظهر شوية نوعا ما. هاجي بقى هنا برضو اعمل هنا مسك هنا، بعد كده اعمل زوم مساك زوم، بعد كده هاجي بالاستيكة كده هنا همسح الزيادات دي، همسح الزيادات دي نفس القصة. هنا الخطوط يعني مش عجباني الشبكة، انا عايز اغير الشبك شوية، عملت وحش في الاول، فاجي امسح كده اهو، اجي امسح بالاستيكة عشان اعمل شبك مظبوط مستقيم. اجي هنا كده عايزين نعمل شبك كويس، اجي امسح طبعا الزوايد كلها دي عشان اعمل شبكة مظبوطة. طبعا عشان اعمل شبكة مظبوطة يا ريت تستخدم ده، زي ما انت شايف كده الخط ده بيكون خط مستقيم زي ما انت شايف كده، تاني خط مستقيم يبقى دي التول بتاعت الخط المستقيم زي ما انت شايف كده. هنكمل عشان اعمل الشبك بتاعي يكون خط مستقيم، سوري هنا ما قفلش، لازم اقفله لحد النهاية اهو، خط مستقيم اهو، خط مستقيم كمان خط
مستقيم عشان الشبك اللي هو الأمامي بتاع العربية. خط مستقيم، اعمل زوم اوت كده واشوف الشكل بدأ يبقى احسن شوية، احسن شوية اللي هو شبك العربية. بس عايزين نعمل لسه شوية حاجات كده قبل ما نبدأ نلون. خلينا نشوف هنعمل ايه، هننضف بس شوية في الشبك، نعمل زوم نعدل بس في الشبك في الجزء ايه ده. انت كنت لو انت عايز تعمل الشبكة من الاول عرضي وخطوط مستقيمة كنت ممكن تعملها، بس انا برسم كده زي رسم عادي سريع كروكي بحيث يكون تعليمي ليك. هنا حاجة، لا هنا ماشي. هبدأ امسح بقى الحاجات الزايدة دي، امسح الزيادات دي كلها. استيكة غير الزوايد دي امسحها بالاستيكة. هنا نفس الكلام، نمسح كل الزوايد دي بالاستيكة. مظبوط. اي خط خارج كده ابدا امسحه بالاستيك. تقريبا خلصنا الرسمه، تعال بقى نلونها. تعال نجرب نلونها. زي ما قلنا هنستخدم الاداه بتاعت الدهان اللي هي دي. انا بفكر اعملها لونها يكون لون البامبا. تعال نشوف لون البامبا، يعني نعملها كده لون لذيذ. هنبدأ نحط اللون البامب بتاعنا هنا، وهنبدأ نعمل هنا لون اسود، ونبدأ نحط لون بامب تاني هنا وهنا كراسي، ونبدأ نخلي الطير بتاعنا اللي هو نخليه مثلا لون مختلف شوية وليكن اللون البني الطاير بتاع العربية. ونخلي الشبك بتاعنا ما بين الشبك بتاعنا اللون الأبيض، ممكن نخلي اللون ده نحطه كده هنا. ونبدأ نلون الألوان بتاعتنا زي ما انت شايف كده الشبك الأمامي. ونخلي لون اللايت بتاع السيارة اللون اللبني، اللبني مثلا اللون ده، بلاش ده نشوف لون تاني لبني اهو. اللون ده حلو قوي، نخلي اللون طلعت هنا في كده. مدام عمل معايا كده يبقى في حاجة عايزة تتظبط في الكشاف. تعالى نرجع، يبقى اكيد في فتحة ما في الكشاف. زي كويس، ادينا بنتعلم. انا عايزك تشوف الفيديو للاخر عشان تتعلم. انا متعمد اعمل شويه غلطات في الاول عشان بعد كده هتتعلم انت منها حاجات كتير. اعمل زوم، هاجي بمسك اعمل كده، اعمل زوم، هاجي بمسك اعمل كده، اعمل زوم. بعد كده هاجي اقفل الحته دي، هاجي اقفل الحته دي هنا كده. سوري، كنا مفروض نعمل اللون الاسود، نقفل الفريم باللون الاسود. نرجع تاني معلش، نعمل الغاء وبعد كده ندوس على الاسود ونقفله كده. طلعت معانا حتة زيادة، معلش مش مشكلة، نرجع للاستيكة نمسح. قفلنا الحتة المفتوحة اللي طلعت اللون بتاع اللايت برا. نتأكد كمان مرة ان في كامل الرسمة مفيش اي حاجة تانية مفتوحة. طيب ونعمل ايه بقى؟ هنيجي نعمل اللايت، هنلون اللايت بتاعنا ونضيقه زي ما انت هتشوف دلوقتي. نختار اللون ده، نختار اللون ده، هاجي على الدهان هنا كده واجي اختار اللون ده. ايوه ظبط معايا. هاجي بقى على الناحية التانية برضو،
تولز مساك، هرجع على الناحية التانية واجي ادي اللون بتاعي، واجي ادي اللون بتاعي، هاجي على اللايت الداخلي ده اخليه لون مثلا اصفر، لو لون الاصفر والبرتقاني ده لون اللايت بقى نفسه، هاجي على الدهان واحطه، هاجي تولز مساك، واجي برضو تولز دهان احطه، واعمل زوم اوت واشوف بدأ شكل السيارة يكون عامل ازاي. ممتاز، بدأت السيارة تظهر عندي شكلها الجميل. طيب عايز اعمل خلفية خارجية اخليها مثلا لونها، ايه رأيكم نخليها لونها مثلا خلفية الخارجية نخليها مثلا لونها موف، لون موف خفيف كده، ادي الباك جراوند هلونها. في مشكلة عندي، بدل ما انا دوست هنا واللون دخل جوه الفريم بتاع العربية بقى لسه في عندي فتحة برضو في الفريم الخارجي عايزة تتظبط. طيب قبل ما نعمل الفتحة دي تعالى بس نلون من في حتة كده، عايزين نلونها من جوه اللي هي اللي نديها اللون الأبيض اها، بس ظبطناها كده خلاص. هاجي اشوف ايه الحتة اللي عندي واعالجها، هاجي كده امسك هنا كده واجي اشوف الحتة المفتوحة اللي عندي اللي طلعت اللون بره، ادور عليها بقى، افتح امسك الفريم كده وابدا ادور عليها، ابدا ادور على الفريم كده اهو، اشوف الحته الفتحه دي فين واقفلها واعالجها عشان الرسمه ما تبص معايا، عشان الرسمه ما تبص معايا. اخد الفريم كده كامل اهو، اشوف الخلل ده جه منين، الخلل ده جه منين. نبدا طب من الاول، نبدأ من الأول، هتلاقي أكيد في فتحة صغننة هي اللي عملت خلت اللون يطلع بره ال بره معايا. تعال نشوف كده بالراحة، تعال نشوف أهي أهي فعلا أهي هي دي. هبدأ أقفلها أجيب لون أسود، هبدأ أقفلها وأجيب لون أسود وأقفلها، خلينا نقفلها في السريع أهو، هجيب القلم واقفلها كده تمام. قفلناها وتأكدنا انها اتقفلت، ابدا بقى ايه اعمل زوم اوت وابدا اكمل اللون بتاع الفريم بتاعي. عايز تخلي اللون يعني مختلف شوية بحيث يبقى العربية لونها مميز، اوكي نجيب الدهان كده ونحطه هنا، خليت شكل العربية يعني شوية احسن، ولكن انا شايفه مش قد كده، فارجع تاني اشوف الغامق بتاع اللون اللي هو النبيتي نفسه الغامق منه سنة عشان يكون البامبر شوية مختلف في اللون، وابدأ احط. يا سلام بقت شكلها بدأ يبقى احسن بكتير من الاول وشكلها بقى جميل. اعمل بقى الباك جراوند بتاع العربية اعمله لونه ايه. بس في حاجة يا جماعة كنت عايز اعملها نسيت اقول لكم عليها، في حتة كده بتبقى في العربية من قدام كده اللي هي ايه تحت اللايت دي، نسينا نعملها، نعملها تاني. نعمل ايه بقى؟ قولولي. هنجيب القلم هنا اهو زي ما احنا قلنا، وهنجيب المراية هنشغلها زي ما انت شايف كده، وهنبدأ نعمل زوم وهنبدأ نرسم الجزء ده، نعمل كده، لا سوري، نجيب اللون الاسود، هنجيب اللون الاسود بتاعنا، هنجيب اللون الاسود اهو. ممكن نعملها بقى زي ما قلنا بده، يعني ممكن نعملها باللون اللي هو الخطوط المستقيمة يكون اسهل لينا. هعمل اللي هو الجزء اللي هو ده بيكون شكله كده، نعمل كده واحد، معلش نعمل كده، نعمله تاني من الاول اهو، خط مستقيم بعدين خط مايل شوية وبعدين واحد تاني جاي كده اهو، معلش نرجع نعمله كده اهو، كده اهو بسر. صراحة لو عملناه بالقلم العادي هيكون احسن اهو، هنعمله كده 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 تاني، نعمله من الاول وجديد اللي هو الحتة دي اها،
تمام. هاجي امسح الحتت الزيادة اللي عندي، اجي كده اهو بالاستيكة، امسح بالاستيكة، امسح كل الكلام ده. بعد كده نيجي هنا تاني نكمل الخط بتاعنا. تمام، ده بيبقى جزء كده في العربية اللي هو اللي بيدي شكل العربية من قدام، عارفينه طبعا اللي هو الكلام ده. بعد كده نجيب استيكة، معلش في حتة كده عملت مني، امسحها. بعد كده اهو عرفته، ده اللي هو بيبقى يكون نسينا نعمل مراية في الرسم، معلش نرجع تاني نعمل لأ ونمسحها، مفيش مشكلة. نرجع هنمسحها، لأن لما جينا نرسم الجزء ده نسينا نعمل مراية في الخط، يعني خدنا الخط القلم ومع المراية الاتنين مع بعض. هاجي بعد كده بقى ارسم تاني، معلش اهو نفتح المراية ونرسمها تاني اللي هي الحتة دي، معلش كده في السريع. المرة دي بقى نرسمها سريع شوية. خلاص رسمناها اهو، نرجع نعمل زوم اوت، اترسمت هنا وهنا. دي بيكون لونها اسود، هنلونها باللون الاسود عشان ما اطولش عليكم، ودي برضه هنلونها باللون الاسود. تمام، بعد كده بقى نجيب اللون اللي هو التاني الغامق عشان نكمل بقية لون العربية. نيجي هنا اهو ونختار الباليت دي ونختار اللون الغامق شوية، فليكن ده مثلا. وبعد كده نحطه في حتة برضو اللي اتفتحت معانا تاني لما جينا نمسح. نرجع هنا تاني نعمل هنا زوم، نعمل زوم. لما جيت امسح واعمل امر الالغاء مسح لي الخط اللي احنا قفلناه قبل كده، مفيش مشاكل نعمله تاني. ناخد هنا كده مساك وبعد كده هنقفله، نعمل زوم، ناخد الخط الاسود وبعد كده نقفله تاني. تمام، قفلناه، خلاص قفلنا كله. بعد كده بقى ايه، تختار اللون تاني اهو، هنلون بقى بقية العربية اهو، الجردل، نيجي على الجردل ونعمل لون العربية. تمام كده لوننا العربية. هعمل بقى خلفية خارجية لونها نختار لون كده موف فاتح ونعمل الخلفية الخارجية، ولا ايه رأيكم؟ نغير نخليها لون تاني، نخليها لون اخضر خفيف مثلا، نخليها اخضر خفيف كده. يبقى احنا كده خلصنا من الرسم بتاعت النهاردة بتاعت العربية. يا رب تكون يعني استفدتوا حاجة من الدرس ده، ازاي نرسم على البيكسل ارت في السيمترية، يعني نرسم شكل مماثل من الجنبين زي عربية بالشكل ده من الامام. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، ما تنساش تعملوا لنا لايك واشتراك وسبسكرايب، وتابعوني في الدروس الجديدة اللي هنرسم فيها رسومات اصعب وأكثر تعقيدا. دمتم في صحة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.